بالخصوص لازم أذكركم في شغلة تحطونها في بالكم، أن الطيور ما عندها مثانة بولية، يعني الطيور إذا شربت أي كمية من الماء على طول تتخلص منها. هالحالة وايد حلوة وحبيت أشارككم إياها. طالعوا هذا الكاسكو جاي لأن عري، يعني هاي الريل ما يوقف عليها عدل، ما يمشي عليها عدل. فعلى الفحص انتبهنا أن في شيء هني متكون لونه أصفر، ثبت نسوي له اندوسكوب وهذا يراقب النفس. يوم تشوفه وقف نفس خبرني. ها يا ولا ما يقلب ايه طالع هني. الحين بخبركم شو التطعيمات اللي يحتاجها طيرك وشو الهرمس اللي تقدر تعطيها حق طيرك بحيث انه ما يجيها امراض. كلمة ونص بس على سبة يكون عند دائما أقول، لأن هذه منتشرة جدا في الصقور، يعني في الصقور بالذات. أنا أقول حق المربي أنا اليوم ما عندي صداع، اليوم أنا ما عندي صداع وصرت خدت حبتين بنادول، هل حبة البنادول اللي أنا خدتها اليوم راح توفر لي بروتكشن من الصداع بكرة؟ لا. طبعا هم 5 ستيجز ولكن هذا اخف واحد فيهم. شو المفروض تسوي يوم طيرك يطيح او يوم طيرك يكون واصل مرحله يعني متاخره من المرض؟ يعني يوم الحجاب الحاجز هذا هو المسؤول عن التنفس عندنا. الطيور عندهم هذه العظمه اللي هني، هاي على راسك غاديه لون نبيل، يعني